أستاذ إياد سماوي، كاتب وسياسي مستقل عبر سكاي من الدنمارك، مرحبا بك. شكل النظام السياسي أستاذ إياد، هل تعتقد أنه يتغير نحو أن يكون دينيا بناء على هذا المفتاح المتعلق بالمحكمة الاتحادية، أم هذا الحديث مبالغ به؟ شكرا لك دكتور زيد، وتحية لك ولكل مشاهدي قناتكم الأكارم. مرحبا. أنا عندي بس تصحيح شوية حول بداية حديثك أنت اللي تحدثت بالنسبة لهذا القانون. يعني هو لم يلغي قانون، وإنما يعني حتى لو يعني هو يمكن هذا أعتقد وردت خطأ، إلغاء القانون رقم 30 لسنة 2005. الحقيقة هو هذا مو قانون، يعني سمي قانون، وإنما هو كان أمر ديواني أصدرته، يعني أصدر السيد إياد علاوي عندما كان رئيس وزراء، وكان في ذلك الوقت بحكم امتلاكه للسلطتين التشريعية والتنفيذية أصدر هذا القرار رقم 30 لسنة 2005 اللي حضرتك تحدثت عنه. يعني هذا ما له علاقة بقانون المحكمة الاتحادية، هو أمر ديواني يعني بس سمي يعني أشيع بهذا الاسم قانون المحكمة الاتحادية. بكل الأحوال سيلغى ويدرج يعني محل قانون جديد في حال التصويت. هذا القانون دكتور زيد، هذا القانون كان معمول به خلال كل هاي السنين، يعني خلال هاي يعني الفترة من 2005 خلال هاي 16 عام كان معمول به، والحكاية يعني ماشية إلى أن قامت المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 3 من هذا القانون اللي هي تتعلق بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية عندما حصل هنالك فراغ في بأحد أعضاء، وبعدين توفى عضو ثاني، فأصبح نصاب المحكمة مختل. غير هذا. نعم مختل. هذا الإلغاء هو هاي هنا أنا يعني يمكن تحدثت كثير من المرات حول هذا الموضوع، هذا الإلغاء لهذه المادة قبل أن يكون هنالك بديل حقيقة أدخل أربك يعني الوضع بشكل كامل، يعني وأدخل البلد في منطقة الفراغ الدستوري. يعني أنت حضرتك دكتور تعرف إحنا صار لنا تقريبا من 21/5/2019 حتى هذه اللحظة البلد بدون محكمة اتحادية. نعم صحيح، عرف التفاهة. يعني احنا ما عندنا، يعني شوف اكو قوانين شرحها مجلس النواب هي مخالفة للدستور، مخالفة للقانون، صدرت لكن ماكو جهة تراقب وتفصل في انها قانونية من عدمه، فمضت بكل الاحوال. لا لانه ماكو يعني لانه عند من يعترضون هو. نعم. لانه محكمة ماكو اتحادية مؤسسة. وظلت. نعم. راح ماكو راح مؤسسة اذكر لك يعترضون. مثل اذكر لك مثل واحد من ضمن هذه الدكتور زيد، من ضمن هذه القوانين التي صدرت من قبل مجلس النواب، ويعني هو قانون إلغاء مجالس المحافظات. هذا يعني كان إجراء غير دستوري يتناقض مع الدستور. هذا مثال واحد. يعني على كل حال احنا اليوم نتحدث عن القانون الأصلي، القانون اللي تحدث عنه الدستور العراقي في المادة 92. احنا يعني صراحة انا دكتور زيد انا لحد الان يعني اتابع مثلك، شلون انت تتابع اول باول، انا همات جاي اتابع مثلك حتى لما اجيت لهنا يعني على فكرة، وكنت على اتصال مع يعني الاعلى يعني الشخصيات التي لها علاقة بهذا الموضوع، يعني حتى مجيئي الى الى البرنامج. يعني الدكتور زيد، يعني انا اللي استغربت من لما مراسلكم تحدث عن هذا الموضوع، اللي اثار استغرابي ان حد هاي اللحظه الخلاف اللي صار له 16 عام، يعني 16 سنه لم يتزحزح. يعني وانت لو ترجع احنا خلال هاي السنين هو الخلاف حول من. طيب حول احنا خلينا استاذ اياد معذره، احنا خلينا في اطار يعني قراءة ما يتحدث به أعضاء مجلس النواب الآن، يعني من مشاكل يعتقد الرأي العام بأنها مفتاح إلى إدارة دينية بحتة وتحكم دينية بالقرارات والتشريعات التي يصدرها مجلس النواب. لما يعني يقال مثلا بأن ديوان الوقف الشيعي
يرشح 3 مرشحين كخبراء فقه، ويرشح ديوان الوقف السني بالتنسيق مع وزارة أوقاف إقليم كردستان 3 آخرين على أن يكونوا من خبراء الفقه الإسلامي الحائزين على إجازة علمية عليا أكاديمية أو حوزوية ولهم خبرة في البحث والتدريس لا تقل عن 15 سنة. ماذا تفهم من مثل هكذا سياقات سيصوت عليها مجلس النواب؟ ربما قد يصل إليها إلى توافق. يعني محتمل قد يصل إلى التوافق حول هاي النقطة. أولا هو هذا يعني هي هاي القصة أحد النقاط الـ يعني الخلافية المهمة والتي لا زالت عالقة حتى هذه اللحظة. يعني ما أدري إذا كان ما أدري أنت إذا عندك معلومات إذا كان شوية زحزحت أو لا، مثلا توصلوا إلى صيغة توافقية. أنا حتى هاي اللحظة اللي أتحدث بها أعتقد لا زالت يعني هاي النقطة لا إحنا زالت إحنا نريد نشرح للرأي العام أستاذ إياد، نريد نشرح للرأي العام هل هذه الفقرة مخيفة إلى درجة الرأي العام يعتقد بخطورة تمرير قانون المحكمة الاتحادية بهذا النص؟ وجود خبراء فقه إسلامي لهم حق النقض، هذا يغير شكل النظام السياسي؟ لا، وجود خبراء الفقه شيء وحق النقض شيء آخر. يعني خلي شوي انطيني مجال دقيقة واحدة. تفضل. وجود خبراء الفقه هذا هو الدستور يقول، يعني في المادة 92 الدستور أوجب وجود هذا يعني هؤلاء الفقهاء، لكن قضية أن يتمتعون بحق يعني حق النقض الفيتو هذه قصة أخرى. هذه اللي إحنا الآن اللي حضرتك تتحدث عنها واللي أنا أتحدث عنها واللي يتحدث عنها الرأي العام، يعني إحنا إذا ما حدث مثل هذا لا سامح الله، إذا ما حدث مثل هذا نعم ربما يعني هذه المخاوف التي أنت تحدثت عنها ستكون يعني هذا يعني أنت متفق مؤكد مع هذه المخاوف؟ طبعا هذه المخاوف طبعا مبررة. أنا مو بس متفق، وأنا أنا من يعني من الناس اللي عندهم رأي بهاي القصة من 16 عام. ما يخالف خبراء الفقه وخبراء القانون وخبراء الفقه يكون لك، لكن دورهم يجب أن يكون استشاري لا يتعدى. جيد. يعني راح أقرأ لك أستاذ إياد، راح أقرأ لك المادة 10 أو الفقرة 10 ضمن مادة أخرى. الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء الذي يتعارض منها مع أحكام الدستور. يعني لهم حق النقض، وبالتالي السؤال يعني هذا جاوبني على هذه الفكرة فقط حتى المواطن يكون بالصورة، هل تشريع هذا القانون سيعني أننا نمضي بالتدريج نحو تغيير شكل النظام السياسي ليقترب أكثر أن يكون نظاما دينيا؟ إذا ما تم نعم، يعني بس انطيني مجال بس دقيقة. قصة أنه أيضا هذه مادة دستورية. أنت تعرف الدستور العراقي في المادة يعني 2 أو 3 من عنده، يعني لما يعني حدد طبيعة النظام قال يعني يمنع أنه أن يسن أي تشريع يتخالف يعني يخالف الشريعة الإسلامية مع ثوابت الشريعة الإسلامية. أي. هذا دستور، وبالتالي هو هنا احنا أيضا يعني نقول يعني انسجاما، خو احنا ما يصير يشرع قانون للمحكمة الاتحادية يكون مخالف للدستور، يجب أن يكون منسجم مع الدستور متمام له لا. فاحنا نقول هنا أنه دور يعني فقهاء يعني دور الفقهاء يجب أن يتحدد بهذا الجانب، يعني بالجانب الاستشاري عندما يكون هنالك قانون يشرع قانون مخالف لثوابت الإسلام. جي. من حق الخبراء أن يعترضوا أن يقول يا ترى هذا هذا القانون. نأخذ رأي خبير قانون. نعم. أستاذ إياد، نعم. معذرة. نعم. للمقاطعة. أما التصويت أي. أما التصويت وحق الفيتو على كل يعني هذه بالحقيقة هذه مو بس تثير المخاوف وإنما يعني لها نتائج وتبعات. جيد. غير اتفقنا.